الضريبه وخاصو يخلص. اليوم حنا غنعرفو التفاصيل مع السيد، اشنو قالو بالسلام عليكم. السلام عليكم. اخويا شنو قالو؟ واه زعما كانت انا صانع تقليدي، وكان صاحب جلال ناصر الله عطى التعليمات ديالو باش تعاون الصانع التقليدي ويتخذ لي واحد الدعم اللي كان رجعوا غير واحد الفائده ديال 2%، وكان المهم تاخذ اللازمه، ودازت المده ديال 6 شهور وكان مشي ونجي مشي ونجي، باقي ما جاش. بلاتي من بعد هذا عاوتاني قلت لي شنو دابا المشكل؟ قال لك عاودنا وراق اخرين، عاودت لهم عاوتاني وراق اخرين، كنمشي ونجي 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 مده ديال عامين ونص، وانا كنمشي ونجي على هذه البنكه هذه باش نحصل على الدعم والبطاقه المقاول الذاتي. ما خديت الدعم، ما خديت بطاقه المقاول الذاتي، حتى دازت عامين ونص شويه كنتفاجئ بالضريبه جاتني، كتساني من نهار ديكلارت النهار الاول باش ندفع الوثائق ديالي للبنكه. الضريبه تتساني ديال ما يفوق عامين ونص، حيت هادشي انا طلب كنت دفعته قبل من الكوفيد الاول بشي طوال شي 3 شهور او 4 شهور، حتى لحد الان هادي يلاه واحد 15 اليوم باش مشيت عندهم عطاوني البطاقه، ولكن ملي عطاوني البطاقه خارجه قديمه، خارجه قديمه في الوقت اللي كنت دفعت فيه انا في الوقت. قلت لهم والله خليك دابا هادي تحسبات عليا الضريبه، عطوني واحد الورقه بانني كنعرف بان هاد الورقه هادي ندفعها لدار الضريبه، بان ما تحسبش عليا، لان دابا تبتات عليا ان البطاقه خارجه عامين ونص هادي، وانا ما خديتها. البطاقه ما خديتيهاش؟ يلاه خديتها، قلت لك 15 يوم، انت دازت عامين ونص. بالنسبه للضريبه تحسبات لك على البطاقه الاولى؟ على نهار ديكلاريت نهار الاول فين تحسبات لي الضريبه، والضريبه امتى كتكون؟ ملي كناخذ ذاك الدعم كنخدموا به وكنشري وكنديروا ونفعلوا، كنخلصوا المسائل وكنخلصوا عاوتاني بطبيعه الحال الضريبه على حساب الارباح اللي كندخلوا. انا ما خديت دعم، ما خديت بطاقه، حتى دازت عامين ونص وما يزيد على عامين ونص، ملي مشيت خديت البطاقه خرجت لي قديمه. ملي خرجت قديمه قلت له هذه دابا قديمه الله يخليك اعطيني ورقه بانها خرجت جديده باش ندفع لدار الضريبه، ربما يحيدوا عليا الضريبه. قال لك لا عجبتك البطاقه وهذاك ما عجبكش. قلت له شنو دابا نديروا شكايه شنو؟ قال لك دير اللي بغيتي، هذا الشيء اللي كاين، ولا عطاني بطاقه قديمه ولا تحسبت عليها الضريبه وما واخد لا دعم لا والو. يلا هذه 15 يوم باش خديت هذه البطاقه هذه، وخارجه هي عامين ونص ما يفوت عامين ونص، وهي عندهم عاد خديتها. ودابا انا كنشوف باش تحيد عليا الضرائب هذه، وكنشوف هذه المده اللي ضيعوا لي ديال عامين ونص، وثانيا مشاو لي حتى بعض الزبائن اللي كنت بغي نخدم معاهم والدراري اللي هذا والناس اللي كانوا واعدين بيعطوني خدمه. قلت لهم انا غناخذ ان شاء الله الدعم من البنكه وغادي نطور الخدمه وغادي هذا، وتخدموا في داك الشيء ديال الصناعه التقليديه، فيه الزريبيات، فيه المسائل ديال الخدادي، فيه المسائل الفراش، فيه المساء، بزاف حاجه المسائل اللي كتعلق بالصناعه التقليديه. ودابا انا وليت معرض بزاف حاجات، حتى وليت بحال مهشش، ما بقيت واخد حتى حاجه، لا دعم لا فلوس لا بطاقه. لاخر مره خديتها وقلت لك خارجه عامين ونص، وضعوا لي الناس، حتى الناس ضعوا لي، بغيت الانصاف ديالي في هذه القضيه اللي نزلت، الانصاف ديالي وهاد العامين ونص اللي ضيعوا لي كيديو فيا ويجيبوا علاش. وهنا كنشوف الله يجازيكم بخير، والناس اللي عندهم تدخل في هذا الشيء يشوفوا معايا هذا. ونوجه للمسؤولين الله يجازيهم بخير. شوف اننا ما حنا سمعنا صاحب جلال ناصر الله عطاني انطلاقه بالدعم للصانع التقليدي، حتى حنا طلبنا كصناع تقليديين، ولكن تنشوف المده اللي كيضيعوا لنا سير واجي سير واجي، اكثر من عامين ونص ما خدينا دعم، ما خدينا بطاقه حتى لاخر المطاف. وفي الاخر حنا دابا وكنا واحد وضيعوا لنا عامين ونص، ضاعوا لنا حتى الناس اللي كنا كنخدموا معاهم. حتى الزبائن مشاو، ما بقينا حتى الزبائن بطبيعه الحال، كنا بنا نخدموا معاهم، كنا بنا نطوروا، وحتى شي بعض الدراري كنا بنا نعلموهم الصناعه ويخدموا معنا، ولينا ضايعين حنا، وضعنا العامين ونص من العمر ديالنا، وضعوا لنا الناس، ولينا بحال ضعنا، ولينا بحال هادشي. وهنا كنطلب الناس من جهات المسؤولين الله يجازيهم بخير، باش الا كان شي تدخل يشوفوا الناس. خلصت الضريبه ديالك؟ لا ما خلصتش الضريبه، لان تحسبات عليا وكترتب عليا، لان ما خديت الدعم. الضريبه كتخلص مني كتاخذ ذاك الدعم كتبدا تخدم به. انا ما خديتش. هذاك السيد سول تما في الجهات المعنيه، تعرف شنو واقع؟
ومشيت لجان ومشيت عندهم قلت لهم، قال لك لا ما نعطيوكش دابا الدعم وبغيتي البطاقه هي هذه، راه قلتها لهم وتنطلب، قلت لهم انا عطوني غير 50,000 درهم اللي غنخدم بها وندور بها وداك الشيء، ودابا ما عطوني لا دعم لا بطاقه، يلاه خديتها تدازت عامين ونص وهي عندهم عاد خديتها.